بالإضافة إلى أنه أستاذ حسين البكتاء السي في ماله غني بالعديد من البحوث والكتب المنشورة في مجلات علمية رصينة، ويستميحنا عذرا أنه اقتصرنا بس هذا الوقت بس هاي الفقرات من السي في الخاص بي. قبل أن نبدأ بالمحاضرة نود أن نوه إلى أخواننا الأساتذة الموجودين على ضرورة إغلاق المايك والكاميرا وعدم الكتابة على الدردشة بالتشات منعا لحدوث الصوت لكي يكون الاستماع محاضرة واضحا. يعني رجاء عدم كتابة الاسم أو البريد الإلكتروني لأنه في نهاية المحاضرة سوف ننزل رابط المشاركة بهذه المحاضرة وبإمكانكم أنه تسجلون وسنمنح شهادة مشاركة لجميع الحضور خلال 48 ساعة إن شاء الله. أتمنى لكم أوقات ممتعة وأعتذر عن التأخير اللي حصل الآن. محاضرتنا لهذا اليوم مع دكتور استاذ الدكتور حسين البكاء كاردوفاسكولار سيستم اند اكسرسايز اللي هي تتحدث عن جهاز الدوران والتمارين الرياضيه. اتمنى لكم وقت ممتع ان شاء الله ومعلومات نافعه. فليتفضل مشكورا الاستاذ الدكتور حسين البكاء بإلقاء محاضرته. المايك معك، تفضل دكتور حسين. شكرا جزيلا اخي الدكتور اياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكريم، السيد رئيس الجامعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي آنساتي سادتي الكل، مرحبا وألف مرحبا بكم. المحاضرة تتناول أثر الرياضة على جهاز الدوران وحتى أبعد من جهاز الدوران الكارديو فاسكولار سيستم عن إكسرسايز. ولا أحد يناقش في فائدة الرياضة على حياة الفرد وعلى أداء الفرد وعلى إمكانياته، لها حتى جوانب معنوية بالإضافة إلى الجوانب التي تترتب على الجسد. من جوانبها المعنوية مثلا الرياضي يكون واثق جدا من نفسه، يكون شفاف، يكون صريح إلى آخره، يعني الصفات هي يتمتع بها الآخرون لكنها بارزة عند الرياضيين جميعا تقريبا. نحن لا نتناول هذا الموضوع، نحن نتناول الأداء الجسماني من تأثير الرياضة. تعرفون القلب هي العضلة الهيكلية هي التي تقوم بأداء الرياضة، لكن العضلة الهيكلية تحتاج إلى أكسجين، تحتاج إلى غذاء. هو القلب، جهاز الدوران هو اللي يمد العضلة بما تحتاج من مواد غذائية ومن أكسجين. هذه لا نريد أن ندخل بتفاصيل فسلجة جهاز الدوران، لكن معلومات بسيطة لمن أبعدهم اختصاصهم عن جهاز الدوران من ماذا يتكون. يعني يمكن الأمور ليست واضحة لديه كثيرا للبعض منا، فنقول أنه القلب، ويقال عن الانجن اوف ذا بودي يعني محرك الجسم، يتكون من جانبين منفصلين تماما، الجانب الأيسر والجانب الأيمن. الجانب الأيمن مضخة تضخ الدم إلى الرئتين حتى تستفرغ ثاني أكسيد الكربون ويتزود الدم بالأكسجين، ثم يعود الدم عن هذه طريق هذه الأوردة الأربعة اللي تحمل لون أحمر. هذه الأوردة تعود بالدم إلى الجانب الأيسر من الرئتين. هذا الدم مشبع بالأكسجين، ومع أنه هذا وريد إلا أنه يعطى لون أحمر. هي هاي الأوردة الوحيدة اللي بالجسم اللي تحمل دم مؤكسد، ثم يضخها البطين الأيسر إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق الأيورتا أو الأورتا، عن طريق الأيورتا هو الشريان الرئيس في الجسم، حيث يذهب إلى جميع أنسجة الجسم. وأيضا عضلة القلب هي نفسها تستقبل دم. عضلة القلب أيضا فيها شرايين التاجئة التي سنمر عليها، لأنها عضلة القلب لا تنتفع بالدم الموجود في تجاويف القلب، إنما يجب أن يصل لها الدم عن طريق الشرايين. وهذه هي الشرايين القلبية الكورونري أرتري، الشرايين التاجية للقلب. واحد يذهب إلى الجانب الأيسر يغذي العضلة اليسرى، والعضلة اليسرى هي العضلة السميكة، وهذا يذهب إلى الجانب الأيمن وهي عضلة أرق من العضلة اليسرى. العضلة اليسرى لأن تزود جميع أنحاء الجسم، وضغط الدم في الرئتين قليل جدا إذا ما قورنا بضغط الدم في باقي أنحاء الجسم اللي
يصل إلى 120، 80 إلى 120 الطبيعي، أما في الرياض الضغط هو بين 10 إلى 15. النقطة المهمة أنه حركة القلب تنبع من داخل القلب intrinsic داخلية، هناك نود، هناك عقدة يقال لها السينو أتريال نود، هذه العقدة تقوم بتكوين حافز يذهب إلى جميع مناطق القلب ليتحرك، هذه السينو أتريال نود يحدث فيها حافز، عادة في معظم الناس هذا الحافز يتراوح يعني عادة كم مرة بالدقيقة من 70 إلى 80، وعندما كنا طلبة في الجامعات في السبعينات كنا نأتي بأرنب ويخدر ونستخرج القلب إلى الخارج، نربطه بجهاز ويبقى القلب يستمر بالعمل 3-4-5 ساعات، يستمر في العمل في أيام احتفالات الكلية، يوم الكلية إلى آخره. قصدي أنه حركة القلب هي من داخل القلب وليس من خارج القلب، لكنه مسيطر عليها من قبل الجهاز العصبي، من قبل الأتنوميك نيرفال سيستم، يعني الجهاز العصبي اللا إرادي الذاتي هو يسيطر عليها، هذا الجهاز العصبي اللا إرادي يتكون من الباراسمباتيك والسمباتيك الودي واللاودي، يسيطران على سرعة القلب ويتحكمان بها، سنمر عليها. في القلب كما قلنا هناك 4 صمامات، وهذه الصورة ليؤكد قضية يمتاز بها القلب عن باقي أعضاء الجسم التي تستلم الدم، كل أعضاء الجسم تستلم الدم من القلب، وعضلة القلب أيضا تستلم الدم بواسطة هذه الشرايين، هذا الأيسر وهذا الأيمن. اللي يمتاز به القلب أنه لا يستلم الدم أثناء انقباض القلب، أثناء تقلص القلب، لأن الضغط يكون عالي 120، فالقلب في هذه اللحظة لا يستلم الدم. احنا عندنا هذا الصمام، هذا الصمام ينفتح عندما ينقبض القلب، ينفتح هذا الصمام حتى الدم يندفع الى الابهر، الى الشريان الابهر، الى الايورتا. هذه بوابات هذا الصمام تغلق فتحة هذا الشريان اللي يودي الى عضلة القلب، تغلق هذا الشريان اللي يودي الى عضلة القلب اليسرى، هذه بوابات الصمام تنفتح اثناء انقباض القلب، الدم يندفع الى الشريان الابهر وباقي شرايين الجسم، لكنه القلب لا يستلم، لان هذه البوابات راح تغلق هاي الفتحات. طبعا هناك فائده فسيولوجيه، لا شيء بدون حاجه يحدث في الجسم ابدا، لا يوجد شيء في الجسم يحدث الا وان الجسم في حاجه له، تنغلق هذه لان الضغط عالي جدا، فلو بقت مفتوحه ودخل الدم في هذه اللحظه ستتهتك ويصير بها دمج هذه الشرايين. اذا ميزه العضله القلبيه انها لا تستلم الدم اثناء انقباض القلب. عندما يبدا القلب بالتراخي، عندما يبدا القلب وتنتهي مرحله الانقباض، هذه الصمام ينغلق، يرجع الدم الى الخلف فيغلق الصمام، في هذه اللحظة يبدأ الدم يدخل إلى شريان القلب، ويكون ضغط الدم قد هبط إلى 100 وحتى أدنى من 100 إلى 80، هو يتراجع ضغط الدم فيدخل الدم دون أن يحدث ضرر في عضلة القلب. سرعة القلب الاعتيادية تتراوح بين 60، طبعا الاعتيادية في معظم الناس، في أغلب الناس هي بين 70 إلى 80، لكن بعض الناس عندهم 100، it is normal يعني شيء اعتيادي. أكو بعض الناس عندهم 60 ضربة عضلة القلب، also it is normal وموضوع اعتيادي. إذن سرعة القلب تتراوح بين 60 إلى 100، لكن أغلب الناس بين 70 إلى 80، لكن 60 أيضا اعتيادية جدا والمئة اعتيادية، إذا تجاوزت 100 يعني يبدأ يشكل خطر وخلل في عمل القلب، وإذا تناقصت عن 100
عن 60 العفو إذا تناقصت عن 60 أيضا يشير إلى حدوث خلل في القلب ويجب علاجه. إحنا الحديث الآن عن ناس غير رياضيين، عن العمل في شخص إيفريج، شخص اعتيادي لا يتمرن، ليس له علاقة في ميادين الرياضة. أما محاضرتنا فهي عن الرياضة. إحنا قلنا أنه الجهاز العصبي ينقسم إلى قسمين، أحد قسميه هو الأتونوميك نيرفس سيستم، وقلنا يتكون من السيمباثيك. السيمباثيك الودي يقال له بالعربي. السيمباثيك يسرع حركة القلب، يفرز عندنا النوربينفرين الناقل العصبي، يعني يفرز لنا النوربينفرين، يفرز لنا السيمباثيك، يفرز النوربينفرين. النوربينفرين يزيد سرعة القلب، يزيدها، يوصلها 80، يوصلها 100. احنا لا نصير عصبيين اذا نلعب رياضة، تزداد حركة القلب تتجاوز 100. هذا كله بفعل السيمباثيك، احد قسمي الاوتونوميك نيرفس سيستم. في حالة الاستقرار، الجلوس في البيت، في حالة النوم، ينخفض أداء السيمباثيك ويسيطر الباراسيمباثيك، وهو يبطئ حركة القلب، يبطئ حركة القلب قد يوصلها إلى 60 وحتى دون 60 عند الرياضيين. إحنا إلى الآن نتحدث عن ناس غير رياضيين. لو عطلنا الباراسيمباثيك اللي هو هذا اللون الأزرق اللي يفرز لنا الأسيتيلكولين، لو عطلناه تماما وتركنا السيطرة فقط لل السيمباثيك اللي يزيد سرعة القلب، ووصل السيمباثيك إلى أعلى درجات التحفز مالته، مثلا واحد جالس ورأسه تفاجأ أفعى كبيرة وجها لوجه في بيته، يعني قد يتنرفز. طبعا ردود الفعل عند الناس تختلف بين شخص واخر، قد تصل سرعة القلب الى 250 دقة نبضة في الدقيقة الواحدة. ليش؟ لان الباراسيمباثيك تعطل تماما وصار المجال كله للسيمباثيك اللي يفرز لنا النورابينفرين، فراح تزداد سرعة القلب إلى 250 أقصى سرعة يمكن أن يوصلها. لكن مع ذلك هناك فرق في ردود فعل الناس. لو غيبنا تماما فعل الباراسيمباثيك واستغل بس السيمباثيك لكن بدون تحفيز السيمباثيك، فستصل سرعة القلب السرعة الاعتيادية القصوى هي 100 بيك، 100 ضربة في الدقيقة الواحدة. أما لو عطلنا السيمباثيك وتركنا فقط الباراسيمباثيك واللي هو قلنا يسيطر عادة في حالة الاستقرار، في حالة عدم وجود الحافز، فستنخفض. لو كانت السيطرة مطلقة للباراسيمباثيك ستنخفض سرعة القلب إلى من 20 إلى 30 عند الناس الغير رياضيين. طبعا هاي حالة تعتبر سلبية، لكن عند الرياضيين هي طبيعية جدا كما نأتي الآن. يعني هاي تفاصيل لا أريد أن أخذ بها وقت المحاضرة، تأخرت شوية. هو لماذا يتزايد، لماذا تتزايد سرعة القلب، لماذا تتزايد سرعة القلب مع التمارين الرياضية؟ تعرفون العضلة تحتاج إلى أكسجين، تحتاج إلى غذاء. عندما تكون العضلة غير محفزة في وضعها الطبيعي، مدى تأدي التمرير الرياضي، كمية الأكسجين اللي تحتاجها والمواد الغذائية قليلة جدا. لكن في حالة دخول التمرين العضلة راح تزداد حاجتها أكثر كما سنرى فيما بعد، أضعاف أضعاف. أيضا تزداد درجة حرارة الجسم، والجسم يجب أن يتخلص من هذه الحرارة التي تولدها الحركات الرياضية. الدم ينقل الأكسجين إلى الجلد
العفو ينقل الدم، الدم ينقل الحرارة إلى الجلد حتى يتخلص منها الجلد عن طريق التعرق. أيضا تزداد عندنا الحموضة، البي اتش تنخفض، تزداد الحموضة، ولازم نسحب الحموضة من العضلة والدم يصرفها بطرق مختلفة. عادة حموضة الدم في الجسم تتراوح بين 7.35 إلى 7.45، هاي البي اتش، والمعدل مال ذني هو 7.4. لو انحرفت باتجاه اليمين أو باتجاه اليسار انحراف بسيط، يعني مثلا هاي 7.3 لو صارت 7.2 انحراف جدا بسيط، هذا إلى تأثير كبير، وقد يدخل الإنسان بإغماء قبل أن يوصل أن توصل الـ pH إلى 7. هي جدا قريبة من 7 الـ pH مال الدم، 7.35، بس لو صار بيها يعني تناقصت الـ pH، يعني ازدادت الحموضة بحيث تريد تروح للسبعة قبل ما توصل للسبعة، فالإنسان يدخل بإغماء، لأنه التفاعلات داخل الجسم ومنها ارتباط الأكسجين بالهيموغلوبين ومنها مغادرة ثاني أكسيد الكربون يرتبط بالهيموغلوبين في العضلات، وحين وصوله إلى الرئتين يفقد ثاني أكسيد. هاي عمليات تتم بسرعة هائلة جدا بحيث أبطأ تفاعل داخل الجسم هو أسرع من أي تفاعل سريع خارج الجسم على الأقل بمليون مرة. أبطأ تفاعل داخل الجسم هو أسرع من أي تفاعل نظير إليه خارج الجسم على الأقل بمليون مرة. تفاعلات الجسم تجري بسرعة هائلة جدا جدا، طبعا أكو بعضها أسرع بعشرة أس 11، يعني 11 صفر أمام العشرة، التفاعلات تجري بهذه السرعة التي لا يكاد أن يتصورها العقل. يعني هذه كلها تجري بفضل الإنزيمات. الإنزيمات لا تعمل بشكل صحيح إلا ضمن هذا الرينج من الحموضة. أي خلل في هذه الحموضة تتعطل عملية الأيضية داخل الجسم. إذا نأخذ سرعة القلب في حالتين مختلفتين، هنا في حالة الرياضة، هنا في حالة الجلوس وعدم الرياضة والاسترخاء، نحن جالسين في البيت، عند جلوسنا في البيت مرتاحين، اللي ضخ الدم بالدقيقة الواحدة هو 5 لتر في الدقيقة الواحدة، 5 لمنت واحدة للدقيقة الواحدة، ونحن جالسين في البيت كما نحن الآن يعني. أما عند أداء التمرين الرياضي فستصل كمية الدم اللي ضخ القلب بالدقيقة الواحدة إلى 25 لتر، إلى 25 لتر في الدقيقة الواحدة، يعني ضاعفت 5 مرات. وبعض التمارين الأكثر مشقة وعند الرياضيين طبعا العالي التدريب تصل إلى 6 مرات وإلى 7 مرات، يعني 35 لتر، من 5 لترات إلى 35 لتر يبدأ القلب بضخ الدم، 35 لتر، وعند بعض الرياضيين إلى 40 لتر، يعني تتضاعف الكمية 8 مرات. لماذا نحتاج؟ كل اللي نحتاجه هو يذهب إلى العضلة، هذه العضلة. إحنا إذا نشوف إيش قد يحتاج الجهاز الهضمي أثناء يعني الراحة، نشوفه ياخذ حوالي لتر، ياخذ حوالي لتر، يعني 5 لتر، في واذا كان ياخذ اذا 20%، بس خلينا ناخذ الاعلى، اذا ناخذ 25% يعني شويه اكثر من لتر. اذا نرجع ناخذ هنا 5 والكميه وصلت الى 25%، بس هو هنا ياخذ فقط 5% من ال 25، هناك كان ياخذ 25% من 5. هنا الجهاز الهضمي ما يحتاج، الجسم بهاي اللحظة ما محتاج أن ينطي دم للجهاز الهضمي، فالكمية اللي
يحصل عليها هو هم تقريبا لتر وشوية، يعني ما ازدادت. بينما إذا ننظر إلى القلب، إذا نراقب القلب نرى أن القلب كان 5%، يعني حوالي 250 مل، 5% من الخمسة لترات حوالي 250 مل عندما بدأ التمرين الرياضي. 250 مل عندما بدأ التمرين الرياضي، نشوف الكمية زادت كل شوية 5% من 25، يعني وصلت أكثر من لتر من 250 مل حاجة، يعني عضلة القلب تحركت. إذا احنا عندنا فقط الدماغ، الدماغ ما تتغير كمية الدم الواردة إليه لا بالرياضة ولا بعد الرياضة، لأن أي تناقص في كمية الأكسجين، كمية الدم الواردة، قد تحدث إغماء عند الشخص. أي تناقص في كمية الدم، هاي 15%، يعني حوالي 750 مل يوصل إلى الدماغ أثناء أداء التمارين الرياضية. عندما تصل إلى 25 لتر كمية الدم التي تم ضخها، تهبط من 15% إلى 4%، يعني أيضا بحدود أقل من لتر، أقل من لتر، لأن زيادة الدم التي ترد إلى الدماغ تسبب مشكلة. الدماغ يقع داخل قفص عظمي يحيط به عظم من جميع جوانبه، أي ضغط على خلايا الدماغ يسبب إغماء وقد يسبب الوفاة. فالدماغ لا يتحمل زيادة ملحوظة ولا يتحمل أيضا نقصا ملحوظا، فالكمية ثابتة دائما بالنسبة للدماغ. العضلة إذا نرجع نشوف هنا 5% من 25 حوالي، يعني عفوا جلد أقصد، 5% من 25 يعني حوالي 300 مل، 5% من 5 لتر حوالي 300 مل يستلم بالدقيقة، لأنه ما محتاج يعني أن يسوي تعرق. بينما عندما تبدأ الرياضة هو يأخذ 20% من 25، يأخذ 20% من 25، إذن ازدادت الكمية الكبيرة التي تذهب للجلد لحد لإحداث التعرق وللتخلص من درجة حرارة. القضية الكبرى تكون مع العضلة. العضلة وهي جزء كبير من تكوين الجسم، العضلة كانت تأخذ من 5% حوالي 20، يعني لتر حوالي 20، يعني لتر تأخذ، بس عند التمارين الرياضية وعندما يصل ضخ القلب إلى 25 لتر، العضلة تأخذ 70 إلى 85%، يعني من 16 لتر إلى 21 لتر، كمية كبيرة جدا من الدم تصل إلى العضلة حتى تستطيع مواكبة التمرين. إذن القلب يتسرع لسد هذه الحاجة الرئيسية، حاجة العضلة وحاجة الجلد للمحافظة، وأيضا حتى تصل الكمية إلى الرئتين، القلب تزداد كمية الواردة إلى تصل إلى الرئتين، بما يخلص الجسم من ثاني أكسيد الكربون. إذا نأخذ الآن اتخلنا بالرياضة، إذا نأخذ القلب بالنسبة للرياضيين، طبعا عند الأداء الرياضي سرعة القلب ما نقدر نحددها تبعا إلى شدة التمرين، ولو مرينا 25 لتر زي ضخ قلنا أحيانا 30 35، وعند الرياضيين الممتازين تصل إلى 5 إلى 80 إلى 40، يعني 8 مرات ضاعفت الكمية. بس إذا نرجع إلى سرعة قلب الرياضي عند الاستقرار وهو جالس في البيت، عادة سرعة القلب عند الرياضيين وهم في البيت لا تتجاوز 35 دقة بيت في الدقيقة الواحدة. طبعا هنا أقصد الرياضيين اللي لاعبي الماراثون، أقصد لاعبي الماراثون اللي يركضون 5 كيلومترات، 45 كيلومتر في 5 ساعات، القلب عندهم جدا مستقر أثناء الراحة.
وعد بعض الرياضيين الممتازين الورد كلاس دول الطبقة العالمية كلش تهبط درجة سرعة القلب إلى 28 ضخة في الدقيقة الواحدة، بينما احنا بالبيت هسه قاعدين سرعة القلب عندنا تتراوح بين 60 إلى 100، أغلبنا 70 إلى 80، بس بين 60 إلى 100 أكو موجودين. فأداء القلب عند الرياضيين يختلف. لو يا شهر 35 كيف تسد حاجة الرياضي؟ يعني سنتحدث عنها ونحن نقلب صفحاتها. لو أخذنا شخص، أي شخص من عندنا إحنا الموجودين اللي نسمع الرياضة، أو أي شخص آخر، نقول له أركض 100 متر بأقصى سرعة واستمر أركض واستمر أركض، ستصل سرعة القلب إلى سرعة لا يستطيع القلب أن يتجاوزها. طبعا تختلف بين شخص وآخر حسب العمر، ماكو شخص يشبه الثاني، تعرفون كائن حي، ظروف هذا تختلف عن ظروف هذا، حتى الأرقام اللي نعطيها ما تنطبق على كل الناس، أكو تباين كبير. بس لو أخذنا أي شخص نقول له اركض بأقصى سرعة، استمر اركض استمر اركض، لا راقب سرعة القلب، ستصل سرعة القلب إلى درجة لا يستطيع القلب تجاوزها. يقال لها الماكسيموم هارت ريت، سرعة القلب القصوى. لكل شخص حسب عمره سرعة قلب قصوى. طبعا نحن لا نحتاج في أي حال من الأحوال، سواء تدربنا مارسنا الرياضة، لا نحتاج ولا في يوم من الأيام أن تصل عندنا سرعة القلب إلى سرعة القلب القصوى الماكسيموم هارت ريت، بس هي موجودة. أي واحد من عندنا نحمل تمرين بلا أن يتوقف، القلب سيبدأ بالتراجع، ويتراجع هو عن أدائه. وهي سرعة القلب، يعني في الصورة إنه شلون القلب يسارع ثم يبدأ إلى مرحلة بعد ما يقدر يتجاوزها، هنا تقريبا وصل لل190، ثم القلب يرجع بالهبوط. بس هي تختلف بين شخص وآخر حسب العمر وحسب استعداده ولياقته. عادة إذا تريد تعرف تقول إيش قد سرعة القلب القصوى مالتي، وأنت ما تريد يعني تسجلها تسجيل بالتمرين، تأخذ 250، عفوا 220 ناقص العمر، 220 ناقص العمر تطلع سرعة القلب القصوى. يعني إذا ناخذ 220، شخص عمره 40 سنة، 220 ناقص 40 معناه سرعة القلب القصوى هي 180 بيتس بير مينت، 180 ضربة للقلب في الدقيقة الواحدة. وهكذا عمرك ايش قد؟ هو 220 ناقص عمرك تطلع سرعة القلب القصوى اللي يمكن أن يصلها قلبك، بس أنت ما تحتاجها ولا أكو داعي تجربها، لأن قد تدخلك في مشكلة. طبعا أخذوا، قلنا إحنا ناس يختلف أدائهم، أخذوا نساء عمرهن 40 سنة، ركضوهن وصلوهن سرعة القلب القصوى، أكو بعضهن وصلن 164 و 168 ثم بدأ القلب يتراجع، وأكو بعضهن وصل 194 وبدأ القلب يتراجع. إذا أكو اختلاف بين 168 وبين 194، لأن إحنا قلنا مثلا هي سرعة القلب تنخفض كل سنة، الماكسيموم كل سنة تنخفض ضربة واحدة. أنت عمرك 20 سنة وركضت وسجلت سرعة القلب القصوى مالتك، ورا سنة إذا تركض تشوف القلب قد تراجع خطوة واحدة، ورا سنتين تراجع خطوتين، وهكذا. ولذلك ناخذ 220 ناقص العمر، بس احنا نقول سنة، اكو بعضهم لا 11 شهر، يعني الناس يختلفون، اكو بعضهم مو 11 شهر، سنة وشهر، اكو بعضهم سنة وشهرين يلا يتراجع عند القلب دقة واحدة، اكو بعضهم اقل من 11 شهر، 10 اشهر و يعني 11 شهر او 10 اشهر ونصف الشهر، 11 شهر واقل من 11 شهر. اذا اكو تباين بين الافراد في سرعه القلب القصوى في نفس العمر، هذا الكائن الحي يختلف. اجوا الاحصائيون، جاء الاحصائيون يضعوا معادله، وضعوا هاي المعادله، قالوا يمكن، بس هي مستحيل ان تجد انسان مهما يعني اجتهد الاحصائيون وغير الاحصائيين، فلن يجدوا إلا اختلافات واضحة.
بين الأشخاص في سرعة القلب. أكو حالة ثانية نريد نوصل لها ويجب أن نوصل لها، يقولون لها الستيدي ستيت هارت ريت، سرعة القلب المستقرة، سرعة القلب في حالة الاستقرار. يعني شنو اللي أقصده؟ مثلا تريد تهرول 5 كيلومترات، أنت عادة من تمشي مشي سريع تستطيع أن تقطع ال5 كيلومترات بساعة واحدة. فلو أردت، لا ما تقطعها يعني ب60 دقيقة، أردت أن تقطعها لنقول ب40 دقيقة. طبعا في هالحالة لازم تزيد سرعتك، لازم تهرول بما يغطي المسافة، تريد تقطعها بأربعين دقيقة لازم تهرول، راح سرعة القلب عندك توصل إلى سرعة معينة ثم يتوقف عندها. أنت تستمر تهرول بس القلب ما يتجاوز هاي السرعة، لكن يستمر عليها، ما يتراجع، يستمر عليها. هاي السرعة يقولونها steady state heart rate، سرعة القلب المستقرة في حالة الاستقرار. هذه احنا ضروري ان نعرفها، ايش قد هي سنتحدث عنها بعد قليل. وهاي السرعة ضرورية لكل شخص ان يعرفها، خاصة احنا الغير رياضيين. شنو هو التمرين النموذجي؟ التمرين النموذجي هو التمرين الايروبيك اكسرسايز. يعني شنو مقصود بالايروبيك اكسرسايز؟ يعني ان تبقى العضله تستخدم الاكسجين مع هذا التمرين. لان اذا نركض بسرعه عاليه، مثلا واحد يركض 200 متر حره على مضمار السباق، العضله بعد ما تلحق تاخذ الاكسجين الكافي بهذه السرعه، لازم تتجه غير اتجاه. احنا ما علينا بهذا الاتجاه، احنا نبقى عن الايروبيك، يعني العضله لا زالت تستخدم الاكسجين في ادائها. عاده الجوكينج يعني الهروله، السباحه، صعود الدراجه، هذا يبقي العضله مستخدمه للاكسجين. ونحن غير رياضيين لا يجب أن لا نتجاوز السرعة اللي تنقلنا إلى الأنيروبيك، بحيث العضلة ما تستخدم الأكسجين. فهذه التمارين الثلاثة اللي إحنا راح نركز عليها ونأديها هي بس بأي سرعة وش قد المسافة، هم سنعود لها، هي المطلوبة من عندنا. وطبعا مطلوبة من عندنا تمارين يقولوا لها ريسيستنس. الريسيستنس مثل حمل وزن خفيف، مثلا دمبلصات، تخلي ايدك بهاي ايدك وزن خلينا نقول 10 كيلو وايدك الاخرى اليمنى واليسرى 10 كيلو، ثم ترفعهن وترجع ايدك تخفضهن وترفعهن، شوف كم مره تستطيع ان تؤدي هذا التمرين والى اين وصلت سرعه القلب. يعني 10 بالعشره is enough. انتظر بعدين سويها 12، سويها 15، بس تبدا بالعشره يعني مناسبة. إذا إحنا نبدأ بالهرولة، نبدأ بالسباحة، نبدأ بركوب الدراجة. وقلنا إذا ما عندك ثقل يمكن أن تستخدم هذا التمرين اللي هو البوشينج أب أو الشناو، يعني تأخذ أولا هذا الحالة بهذا الوضع، ثم تهبط إلى هذا، ثم تهبط، ثم ترجع تعود إلى هذه الحالة. أديها، ابدأ أن تأديها شناوي، يقولوا له معروف، يعني لا سيما اللي هو اللي خدمه بالجيش، تأديه 3 مرات، ابدأ بأداء 3 مرات، لا تزيد، ابدأ بأداء 3 مرات إذا كنت تمارس الرياضة. بعدين زود، ورا أسبوع سويها 4 مرات، ورا أسبوع سويها 5 مرات، ممكن أن توصل إلى 15، إذا وصلت 15 جدا رائع. بس من تكون انت تأديها 3 مرات باليوم، 3 مرات هذا التمرين ذات تأدي، لازم تأدي أكثر من مرة باليوم، يعني تأدي الصبح الظهر بالليل، من تصير 4 أيضا الصبح الظهر بالليل، بس من توصل 10 مرة واحدة كافي باليوم.
وهم كل أسبوع زود مرة. طبعا نختلف، احنا الآن بأعمار مختلفة، واحد عمره 20 سنة يمكن أن يؤدي 40، يمكن أن يؤدي 50، يمكن أن يؤدي 60. أنا عمري راح يصير 70 سنة، قريب 70 بعد 3 سنوات، وأدي هذا التمرين يوميا 40 مرة، مرة واحدة يعني، في مرة واحدة أدي 40 مرة. لكن أنا لا أنصح اللي ما متدربين من أيام مبكرة أن يوصل للأربعين، يوصل للعشرين كلش كافي. لكن الأشخاص الشباب يمكن أن يوصلوا لأربعين، خمسين، ستين، وأكو بعض الشباب حتى يوصلون 100، اللي هم مو غير ليسوا برياضيين قد يوصل 100. على كل حال إحنا هنا اللي نريده هو أن نأتي إلى عملنا، أداء وظائفنا، أن نجنب حياتنا كثير من المشاكل بهذه التمارين. ما هي سرعة القلب المطلوبة؟ يعني أنت تريد تأدي التمرين الرياضي، زين يا سرعة توصلها حتى توقف وتقول أنا هذا حدي. وأنا اللي أريده منك من تلعب شناب أو من تهرول، على أن لا تزيد سرعة القلب عن السرعة اللي هنا نذكرها، وهي عمره 220 ناقص عمرك، 220 ناقص عمرك، النتيجة هي 65% تطلع سرعة القلب التي نحتاجها أثناء التمرين ويجب أن لا نتجاوزها. يعني أنت عمرك 40 سنة، 220 ناقص 40 تطلع 180، وال 180 الساعة قلنا عليها السرعة القصوى، وإحنا نريد هاي السرعة القصوى في أي حال من الأحوال. نيجي ناخذ السرعة القصوى اللي هي 180 ضربة للقلب في الدقيقة الواحدة، نضربها في 65% تطلع 117 ضربة بالدقيقة الواحدة للقلب. إذن الأشخاص اللي عمرهم 40 سنة لا نريد، ليس المطلوب أن يتجاوز 117، يتوقف عند 117 في أداء أي تمرين رياضي. يعني إذا هرول 5 كيلوات، أو إذا هرول إلى مدة نصف ساعة، النصف ساعة يجب أن تكون سرعة القلب 117، لا يتجاوز سرعة القلب هذه، بها مشاكل أخرى لا سيما لغير الرياضيين. طبعا إذا توصل 120 مو فد مشكلة، إذا توصل 121 بس لا يتجاوز السرعة، يعني لا يوصلها لل 125، لا يوصلها لل 130، توقف عند 117. الراوند 117 حول هذه السرعة هي السرعة المناسبة للي عمره 40. طبعا اللي عمره 20 تختلف، فقط يأخذ 220 ناقص 20 ثم يضرب النتيجة ب 65% يطلع السرعة المناسبة إن إحنا الغير رياضيين ناس نأدي وظائفنا، نريد نأدي وظيفتنا بارتياح، ما نتعرض. طبعا هاي راح تخلصك من مشاكل كثيرة سنتحدث عنها بعد قليل. إيش قد نحتاج يومية هرولة؟ 30 دقيقة. بهذه السرعة هي كافية جدا، يومية هرولة 30 دقيقة بهذه السرعة مال القلب اللي هي 117 هي كافية جدا. طبعا انت من تأدي اليوم 30 دقيقة هرولة وتوصل سرعة القلب الى 117، يجوز تقدر تركض 5 كيلومترات، بس ورا اسبوعين تشوف نفسك يعني 30 دقيقة تركض بنفس السرعة اللي كنت تركض بها بالأمس، وقطعت الخمس كيلومترات، لكن سرعة القلب لم تصل عندك إلى 117، سرعة القلب بقت مثلا 115 أو 110. هنا معناها صار تحسن عندك في أداء القلب، وهنا بهالحالة لازم تزيد السرعة مالته، مو زيد المسافة، تزيد السرعة بحيث توصل إلى 117. تشوف سرعتك يعني فارق كبير عن قبل أسبوعين، بس أنت يعني سرعة القلب مالتك 117 تقدر تقطع بها مو 5 كيلومترات، تقطع بها يجوز 6 كيلومترات، تقطع بها 6 كيلومترات خلال 30 دقيقة.
وهذا يعني أن أداء القلب عندك تحسن بعد أسبوعين، تجوز بعد شهر تصير الأمور أوضح جدا. أيضا بالنسبة إلى حمل الثقل أو لعب الشناوي اللي هسه استعرضناه، هذا اللعب أنت مثلا كان تأدي 15 سرعة القلب توصل عندك 117، بس ورا شهر أنت قد تأدي 40 يلا توصل عندك 117، طبعا مع اختلاف العمر، أو توصل 20 توصل 30 توصل، يبدأ يتطور حسب العمر. أكو ناس يوصلون حتى 60 وسرعة القلب يلا توصل عند 117 حسب العمر. إذا إحنا نراقب سرعة القلب، بس أداء القلب نلاحظه يتحسن بين فترة وأخرى. شلون تتأكد أنه صار عندك تحسن في أدائك؟ طبعا من تحسن أداء القلب معناها العضلة تحسن أدائها. يعني شلون تحسن أداء العضلة؟ العضلة أصبحت تستطيع أن تستلم كمية أكبر من الأكسجين من الدم مما كانت عليه من قبل. يعني مثلا الدم الراجع للقلب اللي مرض الأنسجة كان يرجع نسبة الأكسجين ل 45 أو 40، ورا فترة ورا ما تتمرن العضلة تشوف الدم الراجع إلى القلب نسبة الأكسجين ل فقط 20%. إذا هو استخدم 80%، العضلة استخدمت 80% من الدم. إذا العضلة تحسن أدائها، وأيضا كمية الغذاء اللي استلمتها اختلفت. بس إحنا هذه أمور قد لا نتحسسها، صعب جدا تحسسها. إحنا شلون نعرف إنه تحسن أدائنا، تحسنت لياقتنا عضلتنا؟ أول شيء نعتمد على حركة القلب، سرعة القلب كما قلت لكم. يعني 117 بديت أؤديها بتمارين أكثر يعني مشقة، أكثر ارتفاعا، أكثر ثقلا، أكثر بأقل وقت، معناها القلب عندي تأدى وأنا تحسن، وأنا لازلت سرعة عندي 117 ضربة للقلب في الدقيقة الواحدة. ايضا ايش قد مثلا كنت ارفع الثقل اللي منها 10 منها 12 ومنها او يعني اللي كنت ارفعه 12 ل 15 مره، الوزن اللي قلنا 10 كيلوات هاي الايد 10 كيلوات هاي الايد، كنت ما اقدر ارفع هذا الثقل اكثر من 12 مره، الان استطيع ان اصل الى 20. معناها اداء القلب اذا العقله مثلا قد في بداية التمرين لا تستطيع أن تتجاوز 3 مرات أو حتى مرتين تلعب عقلة، لكن وراء الشهر أشوف نفسك وصلت 10 مرات. أي واحد بيكون حتى اللي عمره بالستينات بالسبعينات إذا يرجع للعقلة ويلعب عقلة يشوف أول مرة 3 ما يقدر، حتى بالعشرين ما يقدر 3، بس وراء شهر أو بالعشرين قد يصل إلى 16 مرة يؤدي العقلة. واللي بعمرنا نستطيع أن نصل إلى 8 مرات ونستطيع أن نصل. إذن هذه مؤشرات تحسن لياقتنا، الفتنس مالتنا ارتفعت جدا. أيضا من الأمور التي تحتاج إلى أكثر من 3 أشهر 4 أشهر، قد تحتاج إلى أن تبدل قميصك، قد تحتاج إلى أن تبدل البنطلون لأنه وزنك قل، قد كثير من وزنك. السكيرت يعني التنورة أيضا تضطر النساء إلى استبدالها وراء 6 أشهر. فهذا يعني الكومبوزيشن مال الجسم تغير وتحسن، وأنت يعني ظهرت بمظهر أكثر مناسبة وأكثر لياقة بعد تمارين لمدة 6 أشهر اللي هي 30 دقيقة هرولة باليوم تؤدى 5 مرات 6 مرات بالأسبوع. حركة القلب هي سرعة القلب بالنسبة للأربعين وغير الأربعين تحسب كما مر علينا، وأيضا حمل ثقل خفيف مرتين بالأسبوع يوصلك إلى هذه النتائج المفاجئة جدا. شلون تعرف أنت يعني تزود التمرين على نفسك أكثر من اللازم وما إلى
داعم. أولا إذا ظهرت آلام في العضلات معناها أنت بدأت تتمرين أكثر مما تحتاج. قلنا هرولة 30 أقعة 30 تصل ساعة، ما تحتاج الساعة، 30 هي كافية بس مع الضوابط الأخرى. أيضا الأثقال أو الشناو لا تتجاوز العدد اللي يسرع سرعة القلب أكثر من اللازم، من تتجاوزها تبدأ راح تواجه آلام في عضلات اليدين الرجلين الظهر تبع للتمرين اللي تأديه. إذا ظهرت عندك آلام في الصدر أثناء أداء التمرين توقف، في الصدر، في عظام الفك، في الرقبة، خاصة إذا كانت تنتشر تتسع، توقف رأسا لا تستمر بالتمرين لأن قد يسبب لك مشكلة في القلب. بس هذا لا يعني أنك تهجر الرياضة، ارجع عدي نفس التمرين اللي سبب لك آلام بس بعدد أقل، بسرعة أقل، يعني لا تهجر الرياضة. أحد الرياضيين المعروفين وهو من رياضيي الماراثون أصيب بفيروس بالقلب وفتح الصدر واستبدل قلبه، وبعد سنة صار ريجكشن للقلب، الجسم رفض القلب، فأعطي أدوية يعني تمنع هذا الرفض. هاي الأدوية عادة تحفز حدوث سرطانات، صار عنده سرطان بالدم، بس هو استمر يمارس رياضة خفيفة بشكل عجيب، شوفي من السرطان، واستطاع أن يعود إلى المنافسة على الماراثون اللي طبعا هذا رياضي أمريكي معروف جدا، استطاع أن يرجع إلى الممارسة وقدر يركض 5 ساعات لمسافة 45 كيلو متر. لم يستطع تحقيق يعني انتصار لكنه شارك، والمشاركة هي تدل على أنه عاد إلى حالته. فشوية وجعك القلب، شوية وجعك الصدر، صارت آلام، لا تهجر الرياضة، أمور ستتجاوزها مع الوقت، بس لا تستعجل في أداء التمارين. يعني ما هي الفوائد اللي نجنيها من التمارين الرياضية؟ حقيقة لا حصر لها ولا عد لها. أهم 5 أشياء، 5 مخاطر تواجه حياة الإنسان هي ارتفاع ضغط الدم، زيادة الدهون في الدم، التدخين، والسمنة. هاي أكثر ما تعرض الإنسان للمتاعب في حياته، يعني تبدأ مشاكل القلب وياها، تبدأ مشاكل الأوعية الدموية وياها. هاي 4، احنا قلنا 5. الخامس شنو هو؟ السيدنتري لايف ستايل. أنا واحد يبقى قاعد ما يتمرن، والله تعبان، والله ما له خلق، لا تقل خطورة عن ضغط الدم، لا تقل خطورة عن ارتفاع الدهون، عن التدخين، عن الأوبيسيتي، عن السمنة. إذن هي 5 من المخاطر اللي تعب الإنسان في حياته، الجلوس والاستكانة إلى الراحة. دائما اتمرن. ده أهم شيء تكسبه من التمرين إنه ما راح تضطر في يوم من الأيام إلى أن تسوي كاتيتر للقلب، أن تروح لأطباء يبدلوا لك شرايين القلب، أن تدخل في مشاكل. هاي لن تواجه الرياضيين إلا بشكل نادر جدا. فالتمارين الرياضية تخلصك من هاي المشاكل، تبعدك عنها. أكو مشاكل الرياضة تعالجها وتنقصها، أهم شيء وزن الجسم، البادي ويت يتناقص وبسرعة، الكوليسترول يعني اللو دنسيتي لايبوبروتين يعني الدهون الضارة في الدم، أيضا يحدث فيها تناقص جدا كبير مع الرياضة وحتى ما تحتاج إلى علاج. البلاد بريشر، الإكسرسايز، التمرين بنفسه يعمل مثل ما تعمل الأدوية الخافضة لضغط الدم، البيتا بلوكر ميديكيشن، نفس العمل، يخفض ضغط الدم بشكل واضح جدا في أثناء أداء التمرين، وأيضا بعد أداء التمرين ينخفض ضغط الدم
للأشخاص اللي يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يقلل من السترس ويقلل من مشاكل السترس، هرمونات السترس، ويعني مثل هرمون النورابينفرين، هرمون الابينفرين اللي تفرز المدلة مع الادرينال جلاند، هرمون الكوليسترول ومشاكله، هاي ما تبقى مرتفعة بالدم. مع الرياضة تخفض هذه الهرمونات وانخفاضها، تعرفون مثل النورابينفرين الابينفرين تزيد سرعة القلب، الكورتيزول يزيد السكر، دائما السكر مرتفع بالدم وقد يؤدي إلى حدوث الدايابيتس، يعني سكر الدم والدائم. فإذا الرياضة تخلصنا من مشاكل ارتفاع هذه الهرمونات داخل الجسم. أيضا الكرونيك انفلاميشن، الالتهابات المزمنة مثل التهابات المفاصل وما شاكل ذلك، كل الالتهابات المزمنة تختفي أو تتراجع وقد لا تحدث عند الأشخاص اللي مارسوا الرياضة مبكرا، قد لا تحدث هذه الالتهابات أبدا. تطور السكر عند الأشخاص المصابين بالسكر إذا مارسوا الرياضة فإنه لا يذهب بهم إلى المديات المدمرة، سيوقف تطور وبالعكس يحدث تراجع في المرض السكري. طبعا مشاكل القلب كما قلنا يعني لا يتعرض أو تكون نسبة التعرض لها قليلة جدا، وحتى إذا يعني تعرض إلى مشاكل في القلب مثلا صار عنده هارت أتاك بشكل مفاجئ، عادة الأشخاص الرياضيين ممكن أن يتخلصوا من هذه المشكلة بسهولة، يعني يمكن يوصل للطبيب الطبيب يعالج وينجو منها. أما الأشخاص الغير رياضيين ففرصة النجاة عنده أقل بكثير من الأشخاص الرياضيين. يعني هو نتحدث عن فوائد الرياضة يعني قضية كبيرة واسعة جدا، وهي كلها تناولنا الباقي. والشيء المهم أنه يجب أن يرافق الرياضة، الشيء المهم يجب أن يرافق الرياضة الغذاء الصحي، الغذاء المتوازن. حتى الغذاء الصحي والغذاء المتوازن يعني من الممكن أن يتناول أحد الأشخاص، جامعتنا تضم اختصاصات مختلفة، يمكن أن يتناول أحد الأخوة، ويعني بس بقول قريب جدا كيف تتناول السكريات خلص من السكريات. يعني المنتجات الحيوانية ضرورية جدا لكن الإفراط فيها ضرر كبير. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فهي ليست محرمة، ترجع إليها تتناولها ومهمة جدا، بيضة إلى بيضتين في اليوم ضرورية جدا الآن كما يؤكد العلماء بعد أن حرموها فترة طويلة، وأيضا قليل من اللحم ليس في كل يوم يوم بعد يوم، وقلنا يعاد فيها للأخوة الاختصاصيين. شكرا لكم جميعا وإن شاء الله نلتقي في موضوع آخر، حياكم الله جميعا. ألف شكر دكتور حسين على المحاضرة القيمة والمعلومات الجميلة اللي تحدثت بها عن أهمية الرياضة على حياة الإنسان. الآن إخواني نترك لكم المجال إذا تحبون تسألون الأستاذ المحاضر عن طريق الشات، نكون إحنا بخدمتكم. حياكم الله أستاذ دكتور عياد. حياكم الله. إذا أكو أسئلة إخوان إحنا نكون بخدمتكم للإجابة عليها. هو الموضوع لا يتحمل أسئلة، يعني الأمور واضحة، لكن إذا واحد عنده سؤال فإحنا بالخدمة. إحنا بخدمة الجميع. نعم. دكتور أحد الإخوان إذا تشوفه على الشات يقول كيف يمكن عمل الرياضة في رمضان؟ هسه يسمعني من أحكي؟ إيه نعم دكتور تفضل.
بس أقول إيش قد عمره هو السائل؟ ما كاتب عمره دكتور. ما كاتب عمره. إيه هسه أنا عمري 21 دكتور، 21 سنة. واحد. ها حبيبي 21. أنا عمري هسه 68 سنة وكم شهر بس 68 سنة بس، أهرول يوميا قبل الإفطار بحيث من أخلصها ولا أروح أفطر، أهرول يوميا 40 دقيقة يوميا every day، وإذا ما أهرول ألعب تمارين أكثر مشقة. فلتتصور رمضاني من عاد هرول وكل شيء ما يصير عندك، بس ابدأ بخفيف، لا رأسا تروح 40 تقول هذا شو هذا السيد هالقد يركض، كان شنو أركض أكثر من عندي يعني أنا 65 على كيفك شوية شوية تركض. الله يعطيك الصحة والعافية دكتور، حياك الله حياك الله. أخواني إذا أكو سؤال دكتور، سؤال نعم يقول اللي يصير عنده خفقان أو تسارع بالنبضات نعم بسن مبكر، كيف تتم الوقاية من المضاعفات عند الكبر؟ والله أنا بس أقول له يعني فاليوم رياضي أمريكي يلعب سلة بال شو اسمه هذا الأي أن بي مو الأن بي أي نعم يعني المهم كرة السلة الأمريكية، عمره 40 سنة، هو فاليوم مات في داخل قاعة الرياضة، أخذوه شرحوه استغربوا، رياضة جدا مهم وفي نادي كل سنة يفوز ببطولة أمريكا، إحنا من ساعة شفنا أكو شريانين كوروناري آرتر يروح للقلب، شريان أيمن وشريان أيسر، وجدوا أن هذا الرياضي كان فقط عند الشريان الأيسر الأيمن، أما الشريان الأيسر ما موجود يعني من الولادة. هذا لو راجع كل أطباء الدنيا ما كان أحد سينصحه بممارسة الرياضة، لكنه مارس الرياضة وفي نادي واحد متقدم، أعتقد هو 4 مرات في حياته فائز ببطولة الولايات المتحدة برياضة السلة. خفقان بالقلب، أنت من تمارس الرياضة؟ من تمارس الرياضة؟ بس مارسها بهدوء وشوية شوية صاعد بيها، سيعود قلبك إلى وضع الطبيعي. من تروح وراء الرياضة؟ أنا ليش ضربت هذا المثال؟ هذا الرياض الأمريكي لو اكتشف الأمريكي الأطباء العالم ولا طبيب كان ينصحه، وانت سألو تروح لكل الأطباء لا لتمارس دير بالك على نفسك شوي إرادك هدوء، مارس الرياضة بهدوء باللي تستطيعه وستجد أن القلب قد تحسن أداؤه وذهبت منه الخفقات الغير مريحة الغير صحية، هي تروح واحدة تتلاشى لا تخاف. نعم دكتور سؤال آخر حياك دكتور، يقول لاعب كمال أجسام يتغذى يوميا على اللحوم والبيض بكميات كبيرة، هاي موجودة وهذا إفراط بي، وحقيقة ما مطلوب هذا الشيء، هم ما عندهم الشيء، هم رياضيوهم لا يتناولون بها. يقول هل مضر على الصحة دكتور سؤاله، هل مضر على الصحة؟ طبعا مضر جدا مضر جدا. طيب. أي إفراط أي إفراط، إن الله لا يحب المفرطين، بالأكل في كل شيء أكو اعتدال، حتى مع الرياضيين يوميا أنا سمعت واحد يأكل يوميا 8 بيضات ما أكل شيء، يعني إيش قد ما تمارس الرياضة ما راح تنحرق هاي 8 بيضات ويراد لها يعني يكون لها تأثيرات سلبية جدا على الجسم، فيعني لا أحد يتمادى في الغذاء، يبقى غذاء معتدل، يتناول لحوم، طبعا الرياضي يحتاج لحوم أكثر لا سيما لحوم الدجاج يعني لأسباب لسنا في صددها، يحتاج إلى بيض، يحتاج إلى حليب، يحتاج بس مع عدم الإفراط. نعم الدكتور سؤال آخر يقول بالنسبة للدراجة الهوائية هل هي مفيدة وكم تحتاج وقت كممارسة للقيادة؟ العمر 37 العمر 37 بعد الشباب هذا اي بعد الشباب. فالرياضة طبعا مفيدة جدا، بس انا شكل لك انت وانت صاعد على الدراجة خذ سرعة القلب بالحدود اللي رسمناها وروح اوصل الكربلاء على الدراجة بالسرعة اللي رسمناها، كل ما يتجاوزها من يتجاوزها مو صحيح، بالسرعة اللي 37 خلينا نقول 40 يعني قريب من 40 يعني حوالي بدل 17 خلينا نقول 18-19 سرعة القلب بهالحدود هذا، لو توصل كربلاء انت ما ادري بيكون ينجز كربلاء، لو توصل النجف يعني المسافة بين كربلاء والنجف فهي اوكي.
الدكتور سؤال آخر يقول: هل ممكن الشفاء من مرض السكري فقط بالمواظبة على ممارسة الرياضة؟ لا هو لا يعني تعرف هذا كسر شنو، هل هو يعني نوع 1 نوع ما مذكور 2 دكتور. ما مذكور. طبعا اذا نوع 2 طبعا راح ينخفض وزنه ويستفاد جدا جدا، واذا نوع اي بس كن ما قد اسرف المرض في جسمه يعني راح يفيده كثيرا كثيرا، وما يتطور ما يصير بيه تطور. طبعا هذا الحكي مو من عندي، حكي جامعه يعني جامعه مختصه، جامعه اللي هي الان اشتهرت بالكورونا فيروس، جامعه جون هوبكنز، هي يعني هي مختصه في علم الرياضه وعلوم الرياضه، هي اللي تحدث هذا الحديث. نعم دكتور فيعني سؤال هو آخر، تطور. دكتور سؤال آخر، هل المشي السريع 30 دقيقة يوميا كافي بالنسبة لربة البيت؟ هل صعود أو النزول الدرج كافي؟ والله هو شيء أحسن من لا شيء في الرياضة، يقولون شيء من الرياضة أحسن من لا شيء. 30 دقيقة مشي كلش ممتازة، إن شاء الله كافي، وإن شاء الله تبقى محافظة على شبابك. دكتور، ما هو تأثير الرياضة على خفض ضغط الدم؟ تأثير إيجابي، لأن أول شيء يسوي توسع بالشرايين ويحافظ على يعني هو احنا حكينا قلنا يقلل ضغط الدم، يعني ضغط الدم يقل مع الرياضه. انت مارس الرياضه في الشهر هروله خفيفه 30 دقيقه باليوم بسرعه القلب اللي تحتاجها انت، ستجد ضغط الدم هبط عندك هبوط واضح جدا ان شاء الله. دكتور، شلون نعرف دكتور، عذرا، شلون نعرف سرعة القلب وصلت إلى الحد الأقصى؟ هاي ليست سهلة يعني وصول القلب، بس هسه اكو يعني هي مو سهلة، بس انت خلي ايدك على النبض مالتك على الرسغ وحاول تعده، هي ماكو غير هاي الطريقة، فانت راح تحفظ السرعة، والا ما تقدر يعني تتأكد. بس اكو ساعات الان ذكية بالسوق، اكو بعض الموبايلات هم بس تخلي صبعك على الشاشه مال الموبايل يطلع لك سرعه القلب موجود، يعني هسه انا هذا موبايلي عندي بس اخلي ايدي على شو اسمه يطلعها، فالموبايلات والساعات الذكيه كلها تطلع سرعه القلب، وانت اذا تضبطها اليوم وباكر وعقبه تصير لك يعني محفوظه، بعد ما تقدر يعني تقدر تعرف السرعه اللي توصلك الى هذه يعني الرياضه اللي توصلك الى هذه السرعه. دكتور سؤال آخر يقول: هل التوتر والنكد يؤثر على صحة القلب؟ شلون ما يأثر؟ لأنه التوتر راح أول مرة يزود كمية الكوليسترول، عفوا الكورتيزون، راح يزود لنا عملية الكورتيزون، هرمون الكورتيزون ومشاكله، راح يزود لنا النوربينفرين الإبنفرين وكلها تزيد سرعة القلب، وسرعة القلب المتزايدة هي مضرة. احنا شفنا الرياضيين شقد سرعة القلب عندهم عند الاستقرار، هي 35 الى 25 يقال انه يعني اقصى سرعة عندهم هي 50. فالنكد من مشاكل، طبعا لا اكو رياضة تزيل النكد، بس هي يا رياضة رياضة اليوغا، ان شاء الله في يوم نسوي محاضرة عن اليوغا ان شاء الله. دكتور، عندنا سؤال من استاذ احمد عباس من جامعه بغداد، يقول: عمري 47 سنه، وزني 90 كيلوغرام، طولي 180، اشعر بما يسمى بالفحطه او الفحه عندما امشي بسرعه. ايه هو يا استاذنا الكريم، هي السرعه رياضه، يعني هو اول تمرين يبدا به الانسان هي السرعه، بس انا اقول لك يعني خلي يعني شوية نزل وزنك، تستخدم الشناو، تستخدم العقلة مرة واحدة، لا زيت مرة واحدة، الشناو مرتين، حمل ثقل مثل ما قلنا يعني الدمبلس بهاي الإيد وبهاي الإيد مرة مرتين، ستجد طبعا أولا تجد أنك بعد أسبوعين 3 أسابيع تقدر تزودها وراح تزودها، وستجد أنك قد فارقت هذا التعب وهذا اللهاث اللي انت الان تعاني من عنده، ستجد نفسك قد ابتعدت عنه كثيرا وفارقك كثيرا. دكتور سؤال اخير، الرياضه تحس نعم، هل السهر يؤثر على عضله القلب؟
طبعا هي مذكورة بس أنا ما ذكرتها يعني، وإلا السهر، النوم المبكر، تعرف النوم المبكر إلى آثاره كلش، التعب بأي شكل، الإرهاق، الفتيك اللي يستحسر الإنسان، واحد ينام مبكر وجعلنا الليلة النهار معاشا والليلة سباتا. هو الله خالق الإنسان بهذه الصورة، الإنسان لو بقى كما رسم الله له حياته طبعا راح يجد أنه حياته أفضل. السهر يأثر ويأثر بشكل كبير جدا، وإحنا معظم أو كثير من أسباب تخلفنا في الرياضة لنقل هو أننا نسهر أكثر من اللازم، نسرف في أمورنا، هو من الأشياء اللي نسرف بها هو السهر. نعم شكرا جزيلا دكتور حسين على هاي المعلومات القيمة اللي تفضلت بها، والشكر موصول لجميع الأخوان اللي شرفونا اليوم وحضروا هذه المحاضرة القيمة، والشكر كذلك إلى عمادة كلية التحليلات الطبية والمرضية، التقنيات الطبية والصحية في جامعة الكفيل لهذه المحاضرة. ودكتور دي كتبوا لي الإخوان الأساتذة اللي حضروا هاي المحاضرة يشكرون منك جدا على هاي المعلومات القيمة، ويطالبوك بمحاضرة عن اليوغا. محاضرة عن إن اليوغا شاء الله دكتور. إن شاء إن الله. شاء الله شكرا جزيلا حياك دكتور، سوينا زحمة عليك وعلى جميع الأخوان آخذ الموجودين، ورمضان كريم على الجميع، وإفطار شهي إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. حياك الله دكتورنا العزيز أخوي. الله يحفظكم وإخوان، نأكد بأنه ورشات العمل إن شاء الله، شهادات المشاركة إن شاء الله راح تكون على موقع جامعة الكفيل، ونزل لكم إياها رابط هنا، وإن شاء الله خلال 48 ساعة راح نصدر هذه الشهادات المشاركة. شكرا جزيلا، ونلتقيكم إن شاء الله بمحاضرات أخرى، وخصوصا يوم الثلاثاء عندنا محاضرة مهمة جدا اللي هي محاضرة الدكتورة ياسمين، اللي راح تتحدث بها عن كيفية إيجاد المجلات العلمية اللي تلائم بحثك، المجلات العلمية سكوبس وكلاريفيت. شكرا جزيلا، واستودعكم الله. بما